صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي برنامج يوم سعيد على قناة محور. النهاردة هنكون مع حضراتكم من فعالية أنمي ثقتي للجمعية العالمية للمرشدات. هنشوف مع حضراتكم أهم الفعاليات اللي بتقام وإيه أوجه الاستفادة اللي بتعود على المشتركات. كل ده هنعرفه من خلال فقرتنا. عايزة أعرف من حضرتك في البداية إيه هي الكشافة؟ يعني يمكن مش ناس كتير تعرف الكشافة عبارة عن إيه أو الأنشطة اللي بتتم فيها. هي الكشافة حركة تربوية بتهدف إن إحنا بنربي الولاد والبنات على قيم ومبادئ، وإزاي إن هم يقدروا يعتمدوا على نفسهم، إزاي يبقوا في المستقبل ناس نافعين للمجتمع ولأسرهم. طبعا السن من كام لكام؟ يعني بتاخدوا الاعمار؟ هي الحركه مفتوحه للجميع من سن 5 سنين لما بتبدا مرحله البراعم، لحد يعني كل ما الواحد يبقى فيه طاقه ان هو يعطي هو موجود. طيب البنات بتستفيد ايه؟ يعني ايه اوجه الاستفاده اللي بتعود على المشاركين هنا في البرنامج؟ بصي هقول لحضرتك، احنا عندنا 6 مراحل للمرشدات. بتبدا من مرحله البراعم اللي هي مرحله الكيجي، بعد كده بنبدا بمرحله الزهرات، مرحله ابتدائي، ثم مرحله المرشدات في اعدادي ومتقدمات في ثانوي، ثم مرحله الجواله في الجامعه، اخر مرحله بتبقى مرحله الشابات اللي هي السن اللي بعد ما البنات بيخلصوا جامعه. بنبتدي نشتغل على كل مرحله البنت بتبقى محتاجه ايه، بنعلمها كل حاجة خاصة بيها علشان تتنمى، سواء مجال روحي، مجال ديني، مجال رياضي، صحي، ثقافي، كل حاجة خاصة بالمرحلة السنية وخصائص نموها بنبتدي نديها ده، لحد ما توصل للمرحلة الأخيرة بعد الجامعة بنبتدي نشتغل على تنميتها. هي هتبقى إيه؟ هي هتخش تشتغل، هتخش محتاجة تنمية بشرية، محتاجة تنمية المهارات الحياتية، محتاجة عدها إن هي هتبقى أم. كل ده إحنا بنشتغل عليه كل من كل 5 سنين. كل مرحلة عمرية بيبقى ليها الرولز او التعليم الخاصه بيها حسب الخصائص السنيه اللي احنا ماشيين عليها. استاذه منى شكرا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. ميرسي. سما قوليلي، يعني ايه البنات بتتعلموا هنا في ورش العمل؟ ايه الاستفاده اللي بتعود عليهم؟ بتعلموهم ايه اهم الحاجات اللي بيكتسبوها، الخبرات؟ احنا النهارده بننفذ ويف 2 من برنامج اسمه فري بينج مي. البروجرام ده هو تابع للجمعيه العالميه للمرشدات. بنعلم فيه البنات سكيلز كتيره قوي، مهارات بتخليها ازاي تعتمد على نفسها، تتعرف على نفسها، بتنمي ثقتها. هو البرنامج بالعربي اسمه انمي ثقتي. ازاي ان هي تبدا تكون شخصيه قويه، ازاي تبقى ليدر كويس، لانه في الاول في الاخر احنا الهدف من الكشافه والمرشدات هو بناء مواطن صالح. فبتكون شخصيتها، بتخليها قائدة كويسة وفي نفس الوقت شخص يعتمد عليه في شغلها وفي بيتها. طيب أنا شايفة كل بنت لابسة شارة بألوان مختلفة، الشارات دي بتعود لإيه؟ احنا عندنا في مصر جمعيات تبع الجمعية المرشدات، في مجموعات كتير كشفية في النوادي في كل المحافظات، فكل محافظة أو كل مجموعة بيكون ليها اليونيفورم بتاعها وبيكون ليها المنديل أو الفولار. المنديل ده بيكون تبع الجمعية، فكل حد أو تبع آخر مثلا كامب حضرته أو آخر إيفنت، فكل إيفنت أو كامب أو مجموعة بيكون ليها اليونيفورم أو الشارات بتاعتها. وفي شارات بتكون حسب التأهيل، فإحنا بيكون عندنا تأهيل للقائدات، فحسب الليفل بتاع التريننج أو التأهيل بيكون الشارة اللي هي بتلبسها. طب الشروط ايه؟ يعني لو حد بيتفرج علينا دلوقتي وعايز ان هو يلتحق بالبرنامج، انتوا اكيد في شروط معينة، ايه هي؟ احنا ما عندناش يعني شروط مثلا سنية، احنا ممكن البنت تلتحق من اي سن، ستارتنج من 5 سنين، ولكن لو حد كبير وملحقش ان هو يدخل معنا من هو صغير طبعا يقدر يدخل في اي مجموعة كشفية قريبة في المحافظة بتاعته. بنسجل في كل في فرع للجمعيات المرشدات في كل محافظة، والتسجيل ده بيبقى تابع للاتحاد العام للكشافة والمرشدات لجمعية المرشدات المركزية المصرية، وكلنا في الآخر بنمشي حسب المنهج بتاع الجمعية العالمية. أستاذة سما شكرا جدا ليك. ميرسي ليكي. شكرا. جدا شكرا. أستاذة ياسمين، يمكن دلوقتي احنا في عصر الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي الكبير، ازاي بتربطوا الكشافة والمرشدات بالتطور التكنولوجي؟
احنا دلوقتي عندنا في حركه المرشدات ان احنا بنحاول اكتر ان احنا نربط كل حاجه ونكون مواكبين اكتر للعصر الحالي اللي هو عصر التكنولوجيا. فعندنا ان احنا بنقدر ننفذ كل البرامج او كل اللقاءات بتكون عن طريق الاونلاين، بالاضافه ان احنا كمان بنقدر ناهل كل المرشدات ونديهم كورسات تدريبيه اكتر زي مثلا مايكروسوفت اوفيس وازاي ان هم يشتغلوا معاه وان هم يستخدموه في حياتهم اليوميه، لان ده اوريدي بيفيدهم في حياتهم الشخصيه كمان. كمان احنا كمرشدات بنبتدي دلوقتي بنشتغل مع وزاره الشباب والرياضه على الرقم الارشادي الموحد، وده بيكون هدفه اكتر ان احنا بنبتدي ان كل مرشده بيكون ليها رقم موحد، ان هي لما تدخل بالرقم دوت انا اقدر اجيب كل البيانات بتاعتها، اعرف تاهيلها، اعرف هي في انهي مرحله، بتنتمي لانهي مجموعه، حتى كمان ايه هي اللغات اللي هي بتقدر ان هي تتقنها كويس. زي بيكون في امتحان في الاول عشان تعرفوا المشتركه مستواها ايه في اللغه او في الكمبيوتر. هو احنا في الاول قبل ما بتنضم احنا بنشوف كل مرشده هي واقفه لحد فين بالظبط، وبناء عليها بنبتدي نعمل لقاءات وبنعمل دورات تدريبيه ليها بحيث ان احنا ناهلهم اكتر في مجال التكنولوجيا. يعني يمكن الكورسات اللي هم هيدفعوا فيها فلوس كتير بره هم بيقدروا يحصلوا عليها هنا مجانا. بالظبط، بياخدوا كل حاجه اوريدي هي مجانا. شكرا جدا. شكرا حضرتك. شكرا لك. احنا معانا دلوقتي مجموعه من المشتركات اللي هيعرفونا عرفوا بالبرنامج ازاي وايه الاستفاده اللي يعني بتعود عليهم من البرنامج. اهلا بيكم. اهلا بيكي. كل واحده تعرفني بنفسها وتقول عرفت بالبرنامج ازاي. انا قائده ياسمين اسامه، انا من الميسرات بتاعه البرنامج. عرفت من البرنامج لما المنظمه العالميه نزلت عليه على الموقع بتاعها، وبكده كنا قدمنا احنا والمجموعه الميسرات كلها على المشروع وقدمنا عليه واستنينا لحد ما يجي لنا الرد، والحمد لله مصر اخذت الرد واخذت المنحه ان احنا نشتغل على البرنامج ده هنا في مصر. انا امينه ماجد وانا من اسكندريه من كشافه سبورتنج. انا جيت البرنامج هنا في ويف 1 من شهر تقريبا في الاسماعيليه، والمره دي انا موجوده كواحده من فريق السواعد. انا قائده ندى عبد العظيم من مرشدات بورسعيد. المره دي انا مشاركه في البرنامج كفريق السواعد، واحنا يعني البرنامج بنقله للكشافه وللمرشدات في جامعه بورسعيد. شكرا لكم بالتوفيق. شكرا. معنا مجموعة من المرشدات اللي هيعرفونا أكتر عن برنامج المرشدات. أهلا بيكم. كل واحدة تعرفني بنفسها وتقولي البرنامج فرق معاها إزاي، عرفت بالبرنامج منين. أوكي. أنا اسمي ليلى صابر خضري، أنا ميسرة إقليمية للبرنامج. حضرنا التدريب في دولة الكويت، كنا كذا دولة من الإقليم العربي، كان في شهرين جولاي وأوغست، آخر جولاي وأول أوغست. كان الموضوع مختلف شوية لأن احنا لقينا أن احنا برغم اختلاف ثقافات أو ورغم أن احنا برضو كلنا من بلدان عربية، بس برضو عندنا مشكلة مع معايير الجمال بتأثر على ثقة البنات في نفسها من سن صغير لسن أكبر، وبتختلف من مكان للتاني، معايير جمال مختلفة، بس كلنا بسبب يعني سهولة الوصول للسوشيال ميديا مأثرة علينا بشكل أو بآخر. فكان الموضوع حلو من ناحية ان احنا تعاملنا مع ثقافات مختلفة، رغم ان كنا كلنا بلدان عربية بس كان عندنا هدف واحد ان احنا نتخطى البارير بتاع معايير الجمال. اهلا، انا اسمي هنا الشرقاوي من محافظة الغربية، قائدة مرشدات في مجموعة السلام. كنت متدربة في ويف 1. خلصنا التدريب كان خاص بوجه بحري، وبعد كده قدمنا خطة لأن احنا هنمشي على خطة مدة سنة في تنفيذ البرنامج ده، لأننا بقينا ميسرات للبرنامج على مستوى مصر. فقدمت خطة للغربية. ممكن برضو تتعرفي سادة مشاهدين ميسرات؟ عشان ميسرات يعني مدربات، لأن ده تدريب مدربات فري بي مي اللي هو نمي ثقتي. فالتدريب ده بيتخرج مدربات، مش بيخرج بس ناس معاها البرنامج وفهمها. بنقدم خطة عشان نشرح فيها الخطة التنفيذية بتاعتنا تبقى ازاي. فبنقدم كل واحد على مستوى محافظته. قدمنا ان احنا هنعمل في الجمعيات وفي النوادي، وبنقدمها للفريق العمل بتاع فري بي مي، وبيتوافق عليها بعد التعديلات وبننفذها بعد كده. انا قائدة سمج يوسي من الغربية، مجموعة السلام من نادي طنطا.
انا عرفت عن البرنامج خدت سيشن عنه في مخيم الوطن العربي للمرشدات 2017 في شرم الشيخ، وما جه قدمت في ويف 1 وانا حاليا في ويف 2 من لجنة السواعد اللي هم بيساعدوا المدربات في هنا في ويف 2. انت خلصتي المرحله الاولى، خلصتي المرحله الاولى السواعد اللي بتساعدي المتدربات. بساعد المتدربات وبساعد المدربين في ان احنا بنيسر لهم، بنساعدهم في الادوات، بنساعدهم في تنظيم البرنامج، اي حاجه هم محتاجينها. قدمنا خطه ان احنا ننفذها للبنات في نادي طنطا، وكمان في الجامعه ان احنا نساعد الجوالات في الجامعه ان هم ازاي يناموا ثقتهم وما يكونوش ماشيين ورا معايير الجمال اللي على السوشيال ميديا. اوكي، اهلا بيكم. انا اسمي سلومي وديع من محافظه المنيا من مجموعه نور العالم. انا دلوقتي جايه بتدرب في ويف 2. انا اساسا ترجمت جزء من البرنامج في التدريب اللي اتعمل للمؤسسات في الكويت تبع الاقليم العربي، واخدت فكره عن الموضوع وازاي هو مهم للبنات وازاي بيأثر في فكره ان احنا نهدم فكره معايير الجمال اللي موجوده حاليا في اغلب المجتمعات، وبتاثر بشكل كبير على نفسيه الولاد وعلى نفسيه البنات كمان. اكيد، شكرا ليكم وبالتوفيق. شكرا. لسه مستمرين معاكم من فعاليات انمي ثقتي، ومعانا مجموعه اخرى من المشتركات. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. كل واحده تعرفني بنفسها وتقول ازاي البرنامج فرق في شخصيتها وناويين على ايه في المستقبل. انا ايات صبحي عشيره لوجيا. عرفت البرنامج عن طريق الجمعيه. البرنامج فرق معايا في ان انا عرفت حاجات، مصطلحات ما كنتش اعرفها قبل كده، زي مثلا اللي هو التنافر المعرفي. عرفنا مثلا ان في معايير جمال المجتمع بيبقى فرضها علينا كل شويه بتتغير، البنت نفسها بتبقى ثقتها مهزوزه في نفسها، فاحنا بنحاول ان احنا نرضي او نخلي البنات عندها ثقه اكتر في نفسها ان هي تقدر تبقى مش خايفه من المجتمع. انا قائده وعد محمد من مرشدات فرانسيسكان باسكندريه، قائده المجموعه. انا حبيت ان انا احضر التدريب ده عشان هو هيأثر فيا، فهقدر اثر في غيري، في مجموعتي، في البنات الصغيره، في المرشدات عامه، ان انا لما اتعلم صح ازاي ان انا انمي ثقتي هقدر ان انا اعلم غيري. فده مش تاثير بس على شخص واحد، ده تاثير على مجتمع وبنات المرشدات كلهم، فتاثير عليا ايجابي وانا اقدر اثر عليهم بعد كده. انا رنا محمود، محافظه الفيوم. البرنامج يعني اثر فيا جدا. اولا انا عرفت عنه في الاول كان عن طريق تدريب خدته قبل كده. اثر فيا لانه مفيش فعلا معايير للجمال، كلنا يعني كل واحده فينا حلوه باختلافها. انا حلوه عشان رفيعه، انا حلوه عشان مليانه شويه، انا حلوه عشان بيضه، انا حلوه عشان سمراء، ففعلا مفيش اي معيار يخلي دي حلوه ودي وحشه. بالنسبه للحاجه اللي انا حابه اعملها في المستقبل، هو البرنامج ده مش بس على المرشدات، يعني مش بيأثر بس على البنات كمرشدات، لا هي على الانثى بصفه عامه. فانا حابه انشر فكرته واعرف ان كل واحده ليها ميزه بتميزها عن غيرها، وتثق في نفسها وما تخافش، ما تخافش ان هي تواجه المجتمع، تحب نفسها وتتقبل نفسها، وتحب نفسها بالظبط. انا القائده مريم اسامه من مجموعه الفا الكشفيه الارشاديه محافظه القاهره. انا عرفت عن البرنامج من جمعيه المرشدات عامه، من البيج بتاعتهم لما اعلنوا عن الويف. حبيت ان انا اشارك فيه عشان اتعلم اكتر ان ازاي اقدر ادرب البنات ان هم يبقوا واثقين في نفسهم، واثقين في شكلهم، ان عادي معايير الجمال بتختلف من شخص للتاني، فمش شرط ان احنا كلنا نبقى نفس الحاجه. بس وحابه ان انا ادرب اكتر عدد من البنات على البرنامج علشان كلهم يبقوا قادرين ان هم واثقين في نفسهم فيقدروا ينجحوا في حياتهم عامه. اكيد، بالتوفيق ليكم. شكرا. معاكم من فعالية أنمي ثقتي للجمعية العالمية للمرشدات، قابلنا المشتركات، شفنا إزاي البرنامج أثر فيهم، خلاهم يتقبلوا نفسهم، كمان بيساهم في تطوير مهاراتهم الحياتية. بكده تكون خلصت فقرتنا، لكن هنشوفكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج يوم سعيد.